نعم، في الواقع هناك ثلاثة عوامل دفعت بأسهم تكنولوجيا إلى التراجع خلال الأسابيع أو الأسبوعين الماضيين. أولا، إذا نظرنا منذ بداية العام حتى الآن فهي كانت قد سجلت ارتفاعات قوية جدا تجاوزت أو قاربت من 2%، بينما مثلا داو جونز ارتفع بنسبة 7%، اس ان بي 500 ارتفع بنسبة 17% تقريبا. وبالتالي بسبب ارتفاع الأسواق أو أسهم التكنولوجيا أكثر من باقي الأسواق، فهذا يدفع بعض عمليات جني الأرباح التموضع من قطاع إلى قطاع كما ذكرت. هناك سبب ثاني أيضا مهم، هو إذا نظرنا إلى أسباب ارتفاع أرباح أسهم تكنولوجيا خلال هذه 3 سنوات، نرى أن السبب الرئيسي بارتفاع أرباح شركات التكنولوجيا كان قدرتها على خفض التكاليف أكثر من قدرتها على زيادة المبيعات. وهذا يعني أن هناك مخاوف من قبل المستثمرين أن هذه الشركات قد تواجه ضغوطات أو انخفاضات في المبيعات خلال الفترة القادمة لسبب ارتفاع المنافسة من الأسواق الأجنبية أو من الشركات الأجنبية، لا سيما الشركات الصينية. ثالثا، هناك عامل أيضا مهم جدا، وهو إذا نظرنا أسهم التكنولوجيا نراها تتداول عند مقررات ربحية مرتفعة جدا، يبلغ اليوم مقرر ربحية نحو 43 ضعف، وهو أعلى من متوسط السوق الأمريكي الحالي، كما أن هذا مقرر ربحية لأسهم التكنولوجيا هو أعلى من مستواه التاريخي. إذا نظرنا إلى متوسط 3 سنوات الماضية كان مقرر ربحية لأسهم التكنولوجيا يبلغ نحو 39، اليوم هو 43 أو 45 ضعف، وهو ما يعني أن هذه الأسهم مسعرة أكثر من قيمتها العادلة. وهذه جميعها جزئيا أسهم التكنولوجيا، لكن هذا لا يعني أننا قد نشهد عمليات انهيارات كبيرة في أسعار هذه الأسهم خلال المرحلة القادمة.